حرصا من الدولة المصرية على تبني كل الإجراءات الممكنة لدعم قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف. وزير السياحة والآثار خالد العناني من جانبه أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية عدة في وزارة الطيران المدني مع الجهات المعنية بشأن الطيران منخفض التكاليف، والتي أسفرت عن تحديد أعداد الطائرات التي سيتم البدء بتسييرها، وكذلك الجهات والوجهات التي ستعمل بها، مما يسهم في تحقيق المستهدف لا سيما في سد العجز في السياحة الداخلية. واستعرض وزير الطيران المدني الطيار محمد منار موقف أعمال تطوير عدد من المطارات لا سيما شرم الشيخ وسفنكس الدولية، والتي تهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدني ودعم قطاع السياحة وحركة التجارة، موضحا أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات، وأن أعمال تطويره تستهدف جعله مطارا عالميا مجهزا بجميع المرافق على أحدث المستويات، فضلا عن تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولية، حيث سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية والدولية وتنشيط سياحة اليوم الواحد، فضلا عن خدمة حركة الصادرات. وتواصل الحكومة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع السياحي الذي يعد شريانا رئيسيا للاقتصاد القومي. بالتأكيد إجراءات غير مسبوقة لدعم القطاع السياحي في مصر بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وواحدة من الأدوات الفاعلة اللي نسلط عليها الضوء من خلال هذا الحوار الهاتفي هو الطيران. الحقيقة هو شكل جديد من الطيران، طيران منخفض التكاليف، وننظر نظر أكثر قربا ونتعرف على المزيد فيما يتعلق به. ومعايا على الهاتف الأستاذ يسري عبد الوهاب رئيس الاتحاد العربي للنقل الجوي. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. اهلا بحضرتك. نستثمر تواجد حضرتك معانا وتعرف عن يعني مدى اختلاف الخدمه اللي بتقدم عبر الطيران التقليدي وطيران منخفض التكلفه. هو بالفعل زي ما حضرتك بتقولي، هو هناك فرق في يمكن الطيران الاقتصادي انه هو منخفض التكاليف، او الطيران المنتظم ذو الرحلات المنتظمه. اولا من ناحيه الساعه العدديه المقعديه، الساعه المقعديه بتكون يمكن اكثر في منخفض التكاليف، وفي نفس الوقت يعني يمكن لما بنقول طيران اقتصادي يعني هنقول الراكب اللي جاي مش عند ما عندوش شنط كثيره، يعني ما عندوش ثلاث شنط واربع شنط، لا بيكون سايح. السايح ده بيكون مع اغراضه اللي هو بيستخدمها في غرض السفر، يعني ما بينقلش بضايع معاه، فبالتالي بتبقى الاعداد زياده في الاركاب، يعني الطياره بتشيل 180 200 300 راكب، اكثر من 300 راكب، ده بيكون معتمد على العدد وليس على الرفاهيه. يعني المنظومه دي بتكون مده الطيران فيها من اقصى شيء حوالي 6 ساعات، 5 ساعات، 4 ساعات، وبرضه بتشتغل في هذه المنظومه في الطيران الداخلي اللي هو بتتراوح مدته ما بين نص ساعه الى ساعه. ده التطورات الاخيره يا فندم يعني في منظومه الطيران والسفر واللي بتدفع قدما بالتاكيد بالسياحه، هي لا تختصر فقط يعني في هذا النوع من الطيران، لكن شفنا طبعا حاله من الحراك من خلال تزامن لكثير من الاجراءات اللي اتخذت، تطوير مطار سفنكس وافتتاح المتحف المصري، ويعني في دلاله للتوقيت ربما. ازاي ده ممكن يؤثر بالفعل على موقع مصر على الخريطه العالميه؟ احنا هنعرف الاول الطيران ان هو احد وسائل النقل، النقل اما بري بحري جوي، فالوسيله الجويه اللي هي اكثر وسيله واسرع وسيله بتجيب سياحه هي الطيران. منظومه الطيران كلما زادت عدد المطارات، دي بوابات لمصر، كلما زادت عدد المطارات كلما يعني حدث رقي في الدول التي فيها مطارات كثيره. طب مصر حراها ربنا
في موقع جغرافي فريد في العالم كله، بتتوسط الشرق والغرب والجنوب والشمال، تقدر تكون مصر حلقة الوصول. ما بالك ان مصر هي دولة من الدول العظمى سياحية، يعني اكثر او حوالي ثلث اثار العالم موجودة في دولة زي مصر. دي هدية من الهدايا الإلهية إلى الدولة المصرية. فالنهاردة إذا أحسنت استثمارها وأحسنت استغلالها يبقى هتعيدي الرفاهية والرخاء إلى الدولة المصرية. بمعنى النهاردة السائح بيجي عشان يعني يتفرج على الآثار، بيصرف، بيصرف في الإقامات، بيصرف في الانتقالات، بيصرف في الأكل، في الشرب، مصروف سياحي مش زي مصروف المواطن. فبالتالي ينعش خزائن الدولة، لأن الدولة كل يعني شيء بيدفع فيه السائح بتاخد عليه ضرائب. الضرائب دي بتعود على المواطن المصري، سواء في تعليم، في طرق، في بنية أساسية، في دخل عام. طيب يبقى إذا النهاردة هذا الموقع اللي احنا بنتكلم عليه، موقع فينكس، ده موقع عبقري جدا، لانه طبعا قريب من محافظات شمال الصعيد، من القاهره، من محافظات كثيره قريبه، من المناطق السياحيه الفريده في العالم، واحد عجائب الدنيا السبع شاهد على هذا. يعني يكفينا فخرا ان كل من يسعد الحظ وينزل في مطار العاصمه هيشوف الاهرام بعظمتها بجمالها، المتحف المصري من فوق، يعني طبعا حاجه هتبقى ومهم جدا يا استاذ يسري تتخذ مثل هذه الاجراءات الاستثنائيه، لان هي بتحتوي بقدر لا باس به الاثار السلبيه للازمات، سواء كورونا والازمه الاقتصاديه العالميه بواقع الازمه الروسيه الاوكرانيه، وربما تزيد ايضا من الاقبال على السفر الى مصر ان شاء الله في هذه المرحله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ يسري عبد الوهاب، رئيس الاتحاد العربي للنقل الجوي. وأصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى محطتنا الأخيرة في جولتنا معكم اليوم في برنامج جامعة القاهرة، وبالتأكيد فقرتنا تتواصل معكم على شاشة قناة نيل الأخبار. جولة بعد قليل مع صحافة الغد بصحبة الزميلة دينا قنديل.